كل شيء أعلنت عنه أبل في حدثها الخاص بالآيفون 12، تابعنا. وأخيراً أبل أعلنت عن سلسلة الآيفون 12، وهالمرة بأربع نسخ وكلها راح تدعم شبكات 5G. أول إعلان كان الفئة المتوسطة وهو آيفون 12. الهاتف يجينا بشاشة OLED بمقاس 6.1 إنش وحصل على تصميم جديد وصار يشبه الآيفون 5، بس طبعاً مع شاشة تغطي الواجهة، والجهاز يستخدم الألمنيوم للأطراف. هذه النسخة وكذلك النسخة اللي راح نستعرضها لاحقاً يستخدمون معالج أبل الجديد اللي سمته A14 Bionic، ويعتبر أول معالج هاتف بمعمارية 5 نانومتر. أبل تقول أن المعالج أسرع ب 50% من أي هاتف ثاني موجود حالياً، وكذلك معالج الجرافيكس الجديد في آيفون 12 أسرع 50% من أي منافس آخر. مقارنة بآيفون 11 في النسخة الجديدة أنحف 11% وأصغر 15% وأخف 16%. أبل تقول أنها اشتغلت بحيث تخلي الهاتف يستغل قدرات شبكة 5G وبنفس الوقت يحافظ على كفاءة البطارية. لذلك قدمت خاصية سمارت داتا للتحويل بشكل ذكي بين شبكات 5G و4G عند الحاجة. واجهة الهاتف تستخدم نوع زجاج جديد اسمه سيراميك شيلد، وتقول عنها أبل أنها أكثر صلابة من أي نوع زجاج آخر في أي هاتف على الإطلاق، وتحمل السقوط فيها 4 أضعاف بالمقارنة. الهاتف يقدم كاميرتين خلفية، كاميرا الواسعة أو وايد أنجل، وأيضا الأوسع ألترا وايد، ويدعم نمط نايت مود على كلتا العدستين الخلفية وحتى في طور تايم لابس. الإعلان التالي كان فئة جديدة بالكامل تم تسميتها آيفون 12 ميني، وأبل تقول عنه أصغر جوال يدعم شبكة 5G في العالم، والهدف منه يكون خيار جديد للي يبحث عن آيفون حجمه أصغر، وللمقارنة حجمه ووزنه أقل من الآيفون 8. شاشته بتكون بمقاس 5.4 إنش ومواصفاته بتكون تماماً مثل مواصفات آيفون 12. النسختين بتوفرهم 3 ساعات تخزين مختلفة بحد أقصى 256 جيجا بايت وبخمس ألوان مختلفة. وأخيراً تم الكشف عن الفئة العليا من الآيفون 12، البرو والبرو ماكس. البرو حجم شاشته 6.1 إنش والبرو ماكس حجم شاشته 6.7 إنش. إطار الهاتف بيكون مصنوع من ستينلس ستيل الصلب، والنسختين بيتوفرون بأربع ألوان هي الأزرق والجرافايت والذهبي والفضي، مع مساحات تخزينية تصل إلى 512 جيجا بايت. هذه النسخة بتملك 3 عدسات في الخلف وهي وايد وألترا وايد وتليفوتو. هالمرة الهاتف بيدعم تقريب بصري حتى 5 مرات وقادر على أداء أفضل في ظروف الإضاءة الضعيفة. وتم الإعلان عن خاصية جديدة للتصوير وهي أبل برو رو، وهي تجمع قدرات الهاتف الحوسبية للتصوير بصيغة رو. نسخة البرو بتكون أيضاً أول هواتف تدعم التصوير بتقنية دولبي فيجن، ويدعم أيضاً التصوير بتقنية HDR ودقة 4K مع 60 إطار. وما ننسى الإضافة الجديدة وهي ماسح ليدار، واللي يساعد في المسح الضوئي للغرفة، وأيضاً بيحسن أداء الواقع المعزز ويساعد في التركيز أثناء التصوير في ظروف الإضاءة الضعيفة. وبتكون هذه الفئة أيضاً مقاومة للماء والأغبرة بمعيار IP68. وأبل أعلنت رسمياً أن ما بيكون في شاحن ولا سماعة في صندوق الآيفون، وبيتم الاكتفاء بسلك USB-C إلى Lightning. بالإضافة إلى أجهزة الآيفون 12، أعلنت أبل عن اكسسوار جديد اللي هو الماك سيف، ووظيفته يخلي الجوال يلتصق مغناطيسياً بالشاحن اللاسلكي. وأيضاً أعلنت أبل عن كفر جديد يستخدم أيضاً كمحفظة. وأيضاً أبل أعلنت عن منتج جديد اللي هو هومبود ميني، الصوت فيها بيكون على مدار 360 درجة، وسيري بتكون مدمجة في السماعة لإعطاء الأوامر الصوتية، ويمكن اقتران أكثر من سماعة وتوزيعها في المكان وتتعرف إلى 6 أصوات مختلفة. وفيها ميزة انتركم، لو كان في أكثر من سماعة في البيت ممكن تتواصل مع أفراد الأسرة بالصوت. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.